Hi everyone, معاكم الشيماء منير وهنكمل English World for Primary 3, Unit 3. Let's start. First we have here the title, People at Work. طيب احنا عندنا بعض الكلمات اللي خاصة باليونت 3. Let's start. Helicopter, watch, earphones, uniform, microphone, scissor, headset, pen, mountain, pocket, land, motorbike, hell, fire, helmet, pelt, sunglasses, workman, busy, different, camera, and pipe. Okay? طيب عندنا كمان هنا ال adjectives بعض من الصفات وال opposite بتاعتها وعكسها. تعالوا نشوفها مع بعض ومهم جدا ان احنا نعرف ولادنا كل صفة وعكسها ايه لان ممكن تجينا كتشوز. طيب we have here big, small, fat, thin, good, bad, happy, sad, hot, cold, long, short, loud, quiet, low, high, old, new, old, young. مهم جدا نعرف الصفة وعكسها ومعناها. طيب عندنا كمان بعض الفيربس الافعال ومهم جدا ان احنا نعلم ولادنا افعال كتيره جدا عشان يعرف يستخدمها في تكوين جمل في الازمنه مختلفه ويعرف يكتب باراجراف اور ايميل لانه مهم جدا اعرف افعال عشان اقدر اكتب واعبر عن الحدث اللي بتكلم عنه. طب عندنا هنا work, protect, help, speak, swim, watch, wear, say, pay, stay, buy, sell, here, right. Okay. طب تعال نشوف بقى هنا الجرامر بتاعنا في unit 3 بيتكلم عن ايه. بيتكلم على comparison of adjectives اللي هي مقارنة في الصفات. بقارن صفة يعني بقارن شخصين في صفة. يعني انا ممكن اقول لك احمد is taller than علي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الرول بتاعتها ايه. بيقول انه الادجكتيف الصفة بنحط لها er plus than. يعني اي صفة احط لها er وبعدين احط وراها than. examples لما اقول علي is taller than سامي. علي يكون اطول من سامي. هنا عندي الادجكتيف اصلا tall اللي هو طويل. حطت لها er بقت taller وحطينا than. يبقى علي اطول من than اللي هي من. اوكي مهمة جدا لازم احط than. سهى is thinner than أمنية. سهى أرفع من أمنية. إحنا عندنا الـ adjective أصلاً thin وإحنا خدنا لسه من شوية الصفات للـ adjectives اللي قلنا مهمة جداً إحنا نعرفها وحطينا than لأن هي أرفع من. The hospital is bigger than a school. المستشفى أكبر من المدرسة. عندنا الـ adjective أصلاً big. حطيت لها جي تانية وحطينا ER. ليه عملنا دبل جي في الآخر؟ علشان أنا قبل الجي في عندنا الـ I which is vowel letter حرف ساكن. ولو أنا عندي حرف ساكن وبعدين حرف متحرك سوري وبعدين حرف ساكن بعمل دبل الحرف الأخراني وبحط ER. أوكي؟ طيب أنا هنا عندي exercises. For example لو أنا قلت the goat is space than a cow هختار small, smaller, smallest. اول ما هشوف ان في than ده معناها ان انا بعمل comparison مقارنة يا ولاد واحنا قلنا المقارنة adjective صفة بحط لها er وبعدين بحط than. ايوه يبقى انا هختار الadjective اللي فيها er which is smaller. يبقى the goat is smaller than a cow. ناخد بالنا الgoat بنطقها دبل او ما بنطقش الاي هنا لان عندنا two vowels الاو والاي بيبقى في مد في الاو goat. اوكي ودي بعض الامثله تقدروا انتوا تحلوها مع ولادكم في البيت. كمان هنا عندنا rewrite مهم جدا. the spider is small but the insect is smaller. طيب عايزين نحط هنا between brackets than. هقول ايه طب مين هنا الاصغر من مين؟ الانسكت عشان بقول لك smaller يبقى اقول هنا هبتدي بيها the insect. The insect is smaller than the spider. ليه قلت هنا the insect وما قلتش the insect؟ لأن هنا عندنا ال I vowel وعندنا احنا عرفنا قبل كده انه the لو جت بعديها حرف vowel ك
نقسم بكسر الذات تبقى the insect، ولو عندنا حرف ساكن زي they مثلا the spider std هنا حرف ساكن بقول the، يبقى the spider the insect. اوكي طيب، ده كان شرح مبسط وسهل جدا ل unit 3 for primary 3 English world. يا رب كون قدرت اوصل المعلومه بشكل مبسط وسهل ليكو. For any questions please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.